بسم الله، هنبدأ مع الفيوز في الانجلر جي اس. الانجلر جي اس بيسبورت لينا ان احنا نشتغل على سنجل بيج، يعني صفحه واحده خلاص كابلكيشن، يعني الشغل كله يبقى في صفحه واحده، ومن خلال طبعا مجموعه من المشاهد جوه نفس الصفحه، يعني كانك بتتنقل ما بين صفحات، بس في الحقيقه احنا بنعرض ده كله جوه ايه، سنجل بيج او صفحه واحده. وعشان نعمل ده بالانجلر جي اس الانجلر جي اس بيدينا حاجه اسمها ان جي في يو، ودي المقصود بيها زي ما هنوضح كمان شويه الحته اللي هيتعرض فيها العرض. يعني مثلا في هيدر فوق ثابت، وفي فوتر ثابت، وفي الصفحه ذات نفسها بتتغير من المطلوب صفحه من المطلوب صفحه. يبقى الحته اللي فيها الصفحه بتتغير دي هحط في حاجه اسمها ان جي في يو، عشان الايونيك يفهم او عشان الانجلر يفهم ان الحته دي هي اللي اللي بتتغير وبتعرض فيها. بعد كده بنادي على ان جي تمبلت. ان جي تمبلت ده الصفحه اللي هتتعرض، احنا ممكن ننادي على صفحه خارجيه، يعني ممكن مثلا الصفحه بتاعت ريجستر تبقى كود لوحدها بره، وصفحه البادي تبقى كود لوحدها بره، وصفحه مش عارف اللوجن كود لوحدها بره كبيج. وممكن نعملهم بدل ما نعملهم صفحات لوحدها بره، ممكن نخليها ان جي تمبلت، ويبقى صفحه اللوجن تمبلت وصفحه كلهم بنعملهم بحاجه اسمها ان جي تمبلت، وننادي بقى. وبنستخدم طبعا حاجه اسمها الراوت بروفايدر. وراوت بروفايدر ده اللي بيدينا اهم حاجه بالنسبه لنا، عشان هو ده اللي بيخلينا نقول نخش من الصفحه، لما يدوس على دي يروح للصفحه دي، لما يدوس على دي يخش الصفحه دي الى اخره. خلاص نمسك واحده واحده كده منهم. اولا الان جي بي يو، قلنا الان جي بي يو ده تاج سيمبل خالص، مفيش فيه اي شغل يعني مشكله، هو عباره عن بليس هولدر وعن كان مكان بيشيل جواه الفيو اللي هيتعرض، سواء كان الفيو دوت عباره عن اتش تي ام ال بيج هتناديها، او ان جي تمبلت انت هتناديها، سواء كان ده او ده، يعني ده يشيل ده او ده يشيل ده. ممكن نظبط دوت في حاجه اسمها كونفجريشن، وده هنشوفه في الاخر لما نكون بنشتغل مع الراوتنج. يعني بنعرف ازاي؟ ببساطه جدا، ادي الديفايل اسمها اللي هي المين اب، وجواها كده عملت ديف اسمها ان جي فيو، بس خلاص واقفل الديفايل ولا اكتر ولا اقل. يبقى الحته دي كده اتعلمت ان الحته دي هتعمل فيها الفيو اللي احنا عايزينه. خلاص كده يبقى كده عرفنا البليس هولدر بتاعنا او المكان اللي احنا بنحط فيه الفيو بتاعنا. في بعد كده حاجه اسمها ان جي تمبلت. ان جي تمبلت ده الدايركتيف ده بنختاره عشان يكاريت الاتش تي ام ال فيو من خلال سكريبت، بندي له اي دي عشان نعرف ننادي عليه من خلال الراوتنج اللي احنا قلنا هو ده اللي بيظبط لنا، هنشوفه في الاخر. يعني اعمل ازاي؟ ادي الفاي اهي وجوه الفاي وكل الكود، واقوم جاي اكتب سكريبت نوعه تكست على ان جي تمبلت، تكست على ان جي تمبلت، خلاص قمت مدي له ايه؟ مدي له اي دي. الاي دي ده سميته اد السينو دوت اتش تي ام، يبقى خلاص ده بديل لصفحه الايه؟ اد السينو دوت اتش تي ام. قمت قايل هنا اد ستودنت دوت اتش دوت تايتل، وناديت بقى على ايه؟ على حاجه اسمها مسج، طبعا ناديتها عادي اكنها كود موجود في الكنترولر، يعني كود موجود في الكنترولر بنادي عليه. يبقى سكريبت عادي جدا وسلاش سكريبت، لو كله اتش تي ام ال احط هنا كل الاتش تي ام ال بتاعي عادي جدا. خلاص؟ طيب الراوت بروفايدر اللي هو الاساس كله، وده بيدينا هو ده اللعبه كلها، هو ده مفتاح الخدمه اللي احنا بنعملها دي كلها، هو ده بنحدد فيه الكونفجريشن واليو ار الز وانه يو ار ال يشتغل وكلام زي كده، عشان اعمل بيه خريطه لكل الايه، كل لينك وكل صفحه تفتح ازاي، وهم كلهم اصلا عباره عن فيوز مش صفحات. يبقى كله بنربط بيها الايه، كورسبوندنج اتش ام ال بيج، او طبعا اتش ام ال بيج يا اما ان جي تمبلت زي ما اتفقنا، عشان ناتاتش بيها كمان الكنترولر. يعني ايه؟ كل صفحه ان كنترولر اللي هيشتغل عليها، انا كنترولر هيشتغل عليها. تمام؟ فور اكزامبل، زي ما عملنا فار مين اب انجلر مديول سميناه مين اب، وايه ادينا له نقطه القيمه بتاعته ان جي روت. خلاص المين اب ده كونفجريشن، حددت الاول هشتغل على مين، قلت له انا هسميه روت بروفايدر، ده الاسم بتاع الاساسي. ففانكشن وادي الروت ايه بروفايدر هستقبله، ومتقال روت بروفايدر دوت وين دوت وين، لما يبقى سلاش اد ستودنت، لما يبقى يعني العنوان بتاعنا، وبعد كده من فوق سلاش اد ستودنت بينادى على اد ستودنت. يعني في الحاله دي التمبلت يو ار ال هتنادى عنه صفحه، صفحه اسمها اد ستودنت دوت اتش تي ام، سواء كانت بقى في الان جي تمبلت مكتوبه كاي دي، سواء كانت صفحه اتش تي ام ال. والكنترولر بتاعها هيبقى اد ستودنت كنترولر انا لسه عامله دوت وين، لما يكون فيو ستودنتس يبقى التمبلت يو ار ال اسمه فيو ستودنتس دوت اتش تي ام، والكنترولر بتاعه هيبقى فيو ستودنتس دوت فيو ستودنتس كنترولر. يبقى ده الكنترولر دي صفحه اتش تي ام ال، لما يبقى بس الصفحه عنوانها اخرها في اليو ار ال يعني سلاش فيو ستودنت. اذروايز ان هو معناها لو ما كانش ولا هو كاتب سلاش اد ستودنت ولا كاتب سلاش فيو ستودنت، كاتب حاجه ثانيه او مش كاتب، ف
الحاجات دي كلها ريدايركت تو هيتنقل على صفحه اد ستودنت، اكني عملت كده الاد ستودنت عباره عن الديفولت فيو بتاعي. لو كتبش حاجه او كتب حاجه غلط هيبقى الاد ايه؟ الاد سيرت. تعالى مع بعضينا نبص على اكزامبل كامل نستخدم فيه كل الايه؟ كل الكلام ده. بس قبل كده في شويه نقط بناكد عليهم. فولوينج ذا امبورتنت بوينتس، دي شويه نقاط مهمه جدا على الموضوع بتاع الاكزامبل اللي احنا بنحكي فيه ده. الروب بروفايدر is defined as a function، عرفناها كفانكشن اللي هي دي. ادي الروب بروفايدر اهو عرفناها كايه؟ في فانكشن. خلاص؟ جميل قوي. تحت الكونفجريشن في المين اب مديول. ماشي. كروب بروفايدر. روب بروفايدر دوت وين بنستخدمها امتى؟ عشان نحدد اليو ار ال اللي هو العنوان من فوق سلاش اد ستودنت. وبعدين كده بعد كده بنماب بنحدد الاد ستودنت اتش تي ام ال، ولازم تكون دي معروضه في نفس الباث اللي في المين اتش تي ام ال. لو انت بتنقل على صفحه اتش تي ام ال عاديه، لو انا مثلا اد ستودنت دوت اتش تي ام عايز اربطها بصفحه صفحه الاندكس، يبقى لازم يكون هما الاثنين على نفس المستوى، ما يبقاش جوه فولدر يعني. اف ان اتش تي ام ال بيج نوت ديفايند، يبقى هو هيدور على ان جي تمبلت عشان يستخدمها بالاي دي دوت. خلاص؟ لو احنا مستخدمين ان جي تمبلت. اذروايز دي معناها ان احنا بنحدد الديفولت فيو في حاله كتب غلط او في حاله ما كتبش. الكنترولر ده بنستخدمه عشان نكتب الكود اللي ايه الخاص بالفيو. تعالى نشوف اكزامبل. ادي صفحه اتش ام ال فاضيه للسايت اللي احنا كنا عاملينه والسكريبت بتاع الانجلر. ممكن انادي على السكريبت بتاع الراوتنج لان ليه سكريبت خاص انجلر برضو. لو انتوا فاكرين احنا جبنا ده اصلا ازاي، احنا بنكتب الاساس العنوان بتاعه اتش تي تي بي نقطتين شرطه شرطه، ولا بنكتب اجاكس دوت جوجل اي بي ايز دوت كوم سلاش اجاكس سلاش لابرز لبس سلاش انجلر جي اس سلاش بقى والفيرجن على حسب الفيرجن انت شغال عليه سلاش انجولر داش روتينج او روت دوت مينيم دوت جي اس ده العنوان بتاعنا. طبعا انت كده هتشتغل عليه اونلاين. لو انت مش عايز تشتغل عليه اونلاين قلنا زي ما قلنا ممكن نداونلوده، تفتح كده وتبيست ادي الملف بتاعنا اهو. ممكن اديله ايه سيف واقوم سايبه كوانيك وورك الاكزامبل اللي هنشتغل عليه www.js ممكن يديله الايه سيف. خلاص بقى موجود. فانا ممكن بقى عشان اشتغل عليه عشان يبقى اسرع ممكن اشتغل عليه من جوه جي اس على انجلر روتينج ايه مينيمم جي اس. خلاص كده الملف اللي هو يعني يظبط لي حكايه الراوتينج اللي احنا شرحناها من شويه. كلام جميل كلام جميل. وادي ال H2 Angular JS Views. وهبدا اعمل بقى الايه؟ الديفاية بتاعتي اهي. احط فيها الشغل بتاعي. واشتغلت على ng-app. وسميته مين اب. خلاص مفيش حاجة تانية. جواه عملت باراجراف. باراجراف يحتوي على لينكة. ايه؟ هايبر ريفرنس هتنادي على اللينك دي هتنادي وانا جوه نفس الصفحه على حاجه اسمها اد ستيودنت. خلاص يبقى في نفس الصفحه بنشغل اد ستيودنت والكلمه اللي هيدوس عليها اسمها اد ستيودنت. بنفس الطريقه خدت كوبي اتعمل بيست بس المره دي على فيو بس فيو ستيودنتس. وهنا اللينك اللي هيشوفها فيو ستيودنتس. ماشي عملنا لينكتين وبعد اللينكتين دول هيبقى الفيو ذات نفسه هيبقى العرض. ادي الدفايه والدفايه دي عشان اعمل لها هي دي العرض فقلنا ان جي داش ايه داش فيو. فاكر يفهم ان الحته دي هتعرض فيها الايه الفيو. ممكن بقى في الحته دي اعرف دلوقتي الايه ان جي ايه ان جي تمبلت بتوعنا السكريبتين بتوع ان جي تمبلت اللي هيقوموا صفحه الاد ستودنت والفيو ستودنت. تعالوا نشوفهم كده على السريع. وعامل سكريبت
قمت جاي هنا حددت النوع بتاعه وقلنا ده تكست على ng داش تابلت واديها اي دي وقول ان الاي دي بتاعها تياد student.htm. ايه الكود اللي هكتبه هنا؟ مفيش اي حاجة الوقت h2 وهكتب فيها add student وهنا هحط مسج تيجي بعد كده من الكنترولر. يعني اقصد ايه؟ احنا كده كده هنعمل راوتنج كمان شويه صح؟ وهنقول مثلا ان ديت الصفحه دي هيبقى لها كنترولر بيخصها، والكنترولر دوت هيبقى فيه طبعا الكود اللي احنا نقدر نرد عليه المسج العادي. فانا هاخد من هنا كده يعني كود عادي كنترولر عادي هيبقى هو اللي فيه كلمه مسج. هاخد برضو نفس الكلام كده بيست بس هشتغل هنا على فيو ستودنتس خلاص، والتايتل بتاعي من فوق هيبقى فيو ستودنتس خلاص، وبرده مسج على سند كنترولر برده اللي يبقى هنا هيبقى برده فيه مسج. تمام كده عملنا كل ان جي تمبلت الاثنين. فاضل لي بقى ان انا اخش بقى في الراوتنج، الشغل كله بينصب لي العمليه دي كلها. فممكن اجي هنا تحت الدبايه كده واقوم قايل هنا عايزين نعمل سكريبت خلاص، قلنا var main app يساوي angular dot module اللي اسمه main app. ماشي، قلنا هنبعت ايه؟ ال ng root دي لازم يبقى كده ng root. كده احنا كريتنا الايه؟ الاب. المين اب اظبط بقى في الكونفجريشن زي ما اول زي ما شفنا، مين اب دوت كونفجرز فتحنا الكونفجر. في الكونفجر بقى هندي هنشتغل على اول حاجه زي ما اتفقنا عن الدولار ساين وسميناها روت بروفايدر خلاص، وكوما، ونعمل بقى الفانكشن بتاعتنا. طبعا يبقى كان في ناس بالكولون، وهنا نكتب الفانكشن بتاعتنا anonymous function. الفانكشن دي هتاخد اصلا هي اللي هتاخد البارامتر بتاع الروت ايه؟ الروت بروفايدر عشان نشتغل بيه. وادي بدايه الفانكشن وادي نهايتها، ونبدا بقى ايه؟ نحدد. اقول له بقى الروت بروفايدر اهو دوت وين، لما يبقى العلامه بعد اليو ار ال، لما يبقى في اليو ار ال سلاش اد ستودنت. يعني عندنا بتبقى احنا في الشغل هوريكم كمان شويه تبقى هاش يعني مش مشكله، كوما هيبقى ساعتها مثلا ممكن اعمل ون دي سطر لوحديها ايوه كده عشان تبقى واضحه مش تفرق معانا السطور يعني بس التنسيق. هنا هيحصل ايه؟ قلت له هناخد حاجتين، هنا هحدد تمبلت URL خلاص، والتمبلت URL هتبقى اللي اسم الصفحة ودي add student.htm كوما، والكنترولر الخاص بيها هيبقى بيساوي احنا هنسميه زي ما احنا عايزين زي ما احنا هنشتغل، قلت له هسميه add student كنترولر دوت وين، ونفس الكلام بقى بس انا هاخد وين دي تحت برضه، او ناخدها على طول بقى من دي زي دي بالظبط صح كده ولا ايه؟ عشان اعمل الثانيه اللي هي بقى لما يكون فيو ستودنتس، هنادي هنا على صفحه فيو ستودنتس والكنترولر بتاعنا هيبقى view students controller dot otherwise، أو ناخد otherwise سطر، فما عندناش في ال otherwise إلا أقول له
ساعتها redirect to redirect يعني لنفسك redirect to تنقل نفسك على صفحة وحط الديفولت بتاعي اللي هو add student خلاويس تمام. في حاجة غلط أو في حاجة غلط otherwise لازم تكون دي ما بين ايه كده انا حطينا واحدة اه بس لازم برضه نكون حاطين الايه الوصف بتاعتها دي otherwise وادي كده ايه قافلين الصفحة بتاعتنا مفيش مشكلة حلوة. فاضل ان انا اظبط التو كنترولرز بتوعي بقى الكنترولرز الاثنين بتوع الاد بتوع الاد وبتوع الفيو صح جاي بره كده ويقول لي انا عايز اعمل بقى في المين اد الطريقه بتاعتنا العاديه بقى عايز ايه اد كنترولر قال لي هتسميه ايه قلت له عندك اثنين مسميين الاد ده واقوم مديله الايه الله ينور عليك الفانكشن بتاعتها اللي هي بتاخد ايه ها ها سكوب مظبوط وادي بدايتها وادي نهايتها وابدا اديله الايه السكوب بقى الكود اللي انا عايزه مفيش عندي غير اللي هي السكوب اللي عايز اوصله فقط لا غير المسج مفيش غير مسج حتى انا مسميه مسج ولا مسج بس ده ليه كنترولر الفيو ليه كنترولر والاد ليه كنترولر مختلف مش مشكله انا اقصد بقى يعني ايه الكود بقى اللي انت عايزه بقى فانا اقول له سكوب دوت المسج اللي انا عايزها وكاتب مثلا اي ايه اي رساله عايزه تظهر او اي اتش تي ام ال زي ما انا عايزه بس انا اقول له مثلا سيس بيج ويل بي يوزد تو ديسبلاي اد ستودنت 4 مثلا بس خلاص مثلا مؤقتا كده ده الكنترولر الاولاني وادي الكنترولر الثاني اسميه view students controller نفس الكلام بس اقول مثلا this page will be used to display مثلا مش add بقى هنقول ايه all students data مثلا تمام كده خلصنا كله نعمل run كده بقى عندي ادي الاد وادي الفيو كان المفروض يطلع الاد يبقى كده في مشكله بص على اد فيو طيب في بروبلم في ايرف عندنا في الكود في حاجه واقعه طيب ده الكوس بتاع ده الكوس بتاع ده ماشي كونفجريشن المفروض انا اقول كونفجريشن افتح الكوس كده خلاص وبعت الروت بروفايدر ما قفلش اقول كده روت بروفايدر وكوما وابعت الفانكشن واخلص ممكن اعمل كوما واقوم دايس حاجه ثانيه غير اب بروفايدر يعني ممكن اعمل هنا اكنها اري ممكن اقول هنا كوما واحط حاجه غير اب بروفايدر بس انا ما عنديش غير ايه الروت بروفايدر غير الروت بروفايدر كده اهو القوس ما بين ايوه في الكونفجريشن من اول لغايه الاخر تعال نجرب كده بسم الله مظبوط ادي طلع الاد ستودنت وقال ذيس بيج ويل بي يوز تو ديسبلاي اد ستودنت 4 دوس على الفيو قال لي بالظبط قال لي فيو ستودنتس وبعد ذيس بيج ويل بي يوز تو ديسبلاي اول ستودنت داتا وكده قدرت اعمل راوتنج خلاص ومن فوق كلهم اكنهم كذا صفحه بس هم الحقيقه صفحه واحده وبتحرك من خلال ايه add student وايه وview student زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين ولو كتب اي حاجه غلط يعني كتب مثلا students مثلا اي حاجه مفترض ان هو هتوديه على add student المفروض يعني هو ليه كتبها كده اه ده في غلطه اكيد في الديفولت في otherwise ايوه صح صحيح كتبت otherwise يبقى add students فلو انا كتبت ان هو اي حاجه دوس انتر اه نعمل ريفريش عشان يحس بال جيت هنا وانت كاتب اي حاجه دوس انتر بيوديني على قد ايه على قد ستودنتس اي غلطه دوس انتر بيوديني برده على قد ايه على قد ستودنتس ك
كده يكون ظبطنا الراوتينج بتاعنا.